نكمل مع بعض في سلسلة ملخصات التطور ليس علم حقيقي، وبنكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان والملخص رقم 141، وبنكمل في خلفية عن قضية 1925 اللي بسببها أدخل تعليم التطور مكان الخلق تدريجيا واعتمدت على أدلة مزورة. عرفنا إنه المسيحيين ما هجموش لا مدرس ولا غيره، مش زي ما قال الإعلام الكذاب والمسرحيات والأفلام الكذب اللي طلعت وخدعت الناس. لكن مين اللي كان وراء القصة وراء هذه الخدعة وبدأها؟ هي مؤسسة إلحادية اسمها ACLU أو American Civil Liberty Union. المؤسسة الإلحادية دي كانت مشكلتها إن هي في بداية عشرينات القرن الماضي كانت عايزة تخلي التدريس في العلوم هو تدريس التطور مكان التصميم والخلق، عايزة تلغي التصميم والخلق تماما. لكن الموضوع ده لما بدأ يحصل عليه صيحة ونقاشات، 34 ولاية أمريكية كل منهم على حدة أدرسوا الأدلة وشافوا الحاجات دي وأصدروا كل منهم على حدة قرار ممنوع رصد تدريس التطور في الولاية لأنه غير علمي، ما فيش أدلة عليه. منهم جون واشنطن باتلر الشهير اللي طلع قانون باسمه. أيضا لما في التطور من عنصرية، لأن التطور في الوقت ده كانت بتشجع على العنصرية جدا لأنها بتدعي إن أجناس بشر أقل في التطور وأقرب للحيوانات من أجناس بشر آخرين، وأجناس بشر زي البيض دول أكثر وأعلى مرتبة في التطور، فكانت بتزود جدا العنصرية اللي كانت مشكلة في هذا الزمان ضد السود. وده على فكرة هندرسه تفصيلا بأدلة لاحقا في تاريخ التطور الأسود والعنصرية واللي سببه من كوارث. وصدر قانون عام يسمى باتلر أكت، وده صدر في مارس 1925. القانون ده نرفز جدا الملحدين. ليه؟ لأنه أصبح بناء على هذا القانون غير مسموح لأي مدرسة أو مدرس في أي جامعة أو مدرسة عامة مدعومة كليا أو جزئيا بتمويل الولايات دي أن يدرس نظرية التطور أنها تنكر الخلق الإلهي للإنسان، وهو كان التركيز على الإنسان، أو تعلم مكانه أن الإنسان جه من الحيوانات. هم كانوا سامحين بتدريس أشياء من فرضية التطور، يدعي أحد كفرضية أن في جنس ظهر من عدم وجود سابق، أو فقاريات تطورت من لا فقاريات، أو الديناصورات تطورت واندثرت، أو حتى نقاش هذه الأدلة بفكر مفتوح ما كانش فيه أي إشكالية، لكن كان لازم يتم التأكيد أن الإنسان ما جاش بالتطور، وما فيش حاجة اسمها أنه بعض البشر أعلى تطور من بشر آخرين وبشر أقل تطور لأجل العنصرية وتأثيرها المضر جدا على المجتمع، ولأنها غير مثبتة وما فيش دليل عليها. لكن المؤسسة ACLU رفضت ده وكانت عايزة بأي شكل تلغي القانون ده عشان تلغي تدريس الخلق وتدرس مكانه التطور. وكان المؤسسة الإلحادية دي للأسف تدخل في الإعلام لأنها كانت مجموعة قوية ولابي قوي كان موجود في نيويورك. وكالعادة للأسف الإعلام احنا عارفين إن إزاي ضايع من زمان، وأحد أسلحة الشيطان من قرون للأسف. وكالعادة دايما يبيعوا يهموهم الحاجات المضادة عشان يبيعوا أكتر في الإعلام. فبدأ يختلق مشاكل ضد هذا القانون بأي شكل علشان القانون ده يعملوا ضجة إن هو يتلغي بأي شكل، بل وضعوا إعلان بحثا عن واحد يساعدهم ويدفعوا له مقابل إن يخالف القانون ده عشان يتحاكم عشان يهاجموا القانون ده. فبحثوا عن شخص مناسب ليبدأ الخلاف القضائي، ووجدوا غايتهم في مدرس اسمه جون سكوبس، شاب صغير هو مدرس في بداية حياته، هو مش مدرس حتى علوم أصلا، ده خريج كلية حقوق في كنتاكي، فهو أصلا في مدينة صغيرة، هو أصلا مش مدرس علوم بل مدرسش علوم أصلا في الكلية ده، كلية حقوق. هو لم يعمل مدرس إلا سنة واحدة فقط، وما كانش حتى بيدرس علوم أثناءها، بل كان بيدرس رياضيات وألعاب رياضية. لكن في آخر أسبوعين من السنة مرض مدرس العلوم واسمه فيرجسون، فعمل جون كبديل مؤقت لي، وفقط عشان يخلي الطلبة لا تتوقف عن المذاكرة، بل هو ما درسش حتى في أثناء الأسبوعين دول التطور للفصل، وهو ما يعرفوش كويس، هو محامي بيعمل مدرس ألعاب رياضية ورياضيات، بل اعترف أن هو ما درسش التطور أصلا في حوارات فيما بعد ذلك، وحتى الطلبة لم يتذكروا ان هو درس لهم التطور. دي كانت لعبة المحامي الملحد اللي تلاعب حتى بأقوال الطلبة وادعى انهم كان كل قصة اضطهاد للمدرس، فكله كان تلفيق من الجمعية الإلحادية اصلا.
طب جون ده اتزرع ازاي في القضية دي رغم ان هو ليس مدرس علوم ولا درس التطور للطلبة اصلا؟ كان ليه زميل اسمه جورج، وده الزميل ده كان اسرته تعمل في منجم فحم، وكان المدينة عايزين استثمارات، فعايز يقوم بالدعاية لاسم هذه المدينة الصغيرة عشان تجيلها استثمارات. فلقي انه لو تم ضجة قضائية والاعلام الامريكي والعالمي اهتم بيها، ممكن ده يصير الضجه اللي هو عايزها للمدينه اللي ما فيهاش استثمارات كافيه، وما كانش الفحم بيستخدم، او معجم الفحم ده ما كانش بيتم استثمار كويس فيه. فهذا الرجل تكلم مع اي سي ال يو الالحاديه اللي مقرها في نيويورك، ليه؟ عشان يفكروا في القضيه، لانهم سمعوا انهم بيبحثوا عن شخص يساعدهم في موضوع قضيه تدريس التطور، لأنهم زي ما قلت نشروا إعلان عايزين مدرس في تينيسي يختبر القانون ده في المحكمة، يخالف القانون عشان يحصل عليه مخالفة فتترفع القضية. ففعلا مؤسسة ACLU الإلحادية قبلوا وعينوا محامي شهير اسمه هيكس، وهو اللي بلغ عن المدرس عشان يصدر أمر بالقبض عليه، وهو كان اوريدي مستعد، واول ما اتقبض على المدرس افرج عليه بكفاله قيمتها $1000 وكانت معده وجاهزه. فعلى عكس الفيلم المسيحيين ما طردوش المدرس العلوم كما لو كان بيطردوا الساحرات والكلام ده كله، والمسيحيين المتعصبين اللي ضد كل الكلام ده كذب، ولم يقضوا وقت في السجن واتسحل واتضرب امام الطلبه لا الكلام ده كله كذب في كذب. كلها دي كانت إشاعات وكذب من الإعلام اللي متحكم فيه الشيطان بتدعيم من هؤلاء الجمعيات الإلحادية واللابي الإلحادي. زي ما قلت اللي بلغ عنه هو محامي من قبل الملحدين نفسهم، وأصلا كان مجهز، وأول ما اتقبض عليه خرجه بكفالة، فكان كله تمثيلية عشان يجروا قانون باتلر للقضاء. أيضا المؤسسة الإلحادية ACLU دعت ورتبت مع الصحافة عشان تكون في صفهم من الأول، وللأسف فعلا الإعلام المضلل المساق من جمعية الملحدين بدأ يتكلم عن القضية من بدايتها، وصور المسيحيين بصورة بشعة كما لو كانوا صليبيين بيهاجموا التعليم والعلم وضد العلم، وآدي بعض الصور اللي اتنشرت كما لو كانوا المسيحيين والعلماء المسيحيين دول صليبيين ضد العلم، وكما لو كان العلماء الخلقيين عايزين يرموا العلم في عصر الظلام، بل بدأ يلقبوا العلماء المسيحيين الخلقيين اللي هم من أصل العلوم الحديثة كلها إن هم من ضد العلم، وكانوا دايما يربطوها بالطريقة الخادعة الكاذبة anti evolution anti science، بنفس الطريقة دايما ما يربطوا أي حد ضد الشذوذ الأيام دي يربطوه على طول إن هو ضد الحرية وضد الحب، وزي على طول ما الإعلام بيصور صورة كاذبة إنه كما لو كان أي إنسان محافظ ده إنسان شرير هوموفوبيك والكلام ده كله، نعملوا نفس الأسلوب الكاذب في هذا الزمان ضد العلماء المسيحيين إن هم من ضد العلم، وإن العلماء الخلقيين طالما ضد التطور هم من ضد العلم، رغم أن التطور ما كانش علم أصلا، ده المثبت هو التصميم. فللأسف الإعلام الكاذب التابع للملحدين كعادته هو اللي شوه الصورة جدا وأعطى الانطباع السائد حتى الآن إن الإيمان ضد العلم، واستمر وتزايد جدا رغم الأمر ما كانش ذلك على الإطلاق، بل كان علم التصميم الملاحظ المختبر المتكرر هو الصح، وهو فقط ضد التطور العنصرية الغير مثبتة. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع لموقع drgali.com بعنوان خلفية عن قضية 1925 اللي بسببها أدخل تعليم التطور.